السلام عليكم اخوتي، راكم عارفين ان انا مظلوم. انا مولا وليدات هاد الناس هادو، راكم شفتوهم طغاو عليا، سردوني للحبس. دابا هما ضربوني ليديا 3 سنين وانا خاوي دارنا، دابا هما عطبوني ميديا، خلاو ليهم ما عندي 2 وليدات، غيخليهم ليتامى. شكون اللي غيخدم عليهم؟ مول الدار ها هو خرجني للكرا، كنت كاري عنده خرجني، لاح لي حوايجي للزنقه. شكون اللي غيخدم لي اخوتي على ولادي؟ هاد الناس هادو راني عييت ما نشكي، عييت ما نهبط للولايه عند الحموشي. فاش كان الحموشي السي الحموشي، ديك الناس راه شنو راه تعدوا عليا، كيجيو يهجموا علينا في الدار، ضربوا لي امي، ضربوا لي با. قال لي ولدي عرفتي شنو غادي دير؟ ديك الناس راهم وسخين، سير ولدي رحل. هبط لعندو الخطرة الأولى، الخطرة الثانية، الخطرة الثالثة، والو مبقاوش كيستقبلوني، ولاو كيعرفوني في ديك الولاية. شنو هذاك؟ هذاك راه جاي على حساب المشكل ديال كذا. كنطلع لبن سودة، بن سودة تا هما ولاو كيعرفوني، وليت معروف عندهم. شنو كاين؟ كيقول لك ما عندنا ما غنديروك سير رحل. هذيك الناس راهم موسخين، كنمشيو عند كيمشي المخزن عندهم كيجريو عليه، اللي كيلوحوا عليه بوطاب البدري كيخرجوا له. لا إله إلا الله، عين سمن عاوتاني كنمشيو بهذاك. خلاص هذاك اللي هضر عليه، هذاك ما هذاك بقى لا يمكن كاينها. عييت اخوتي، انا راني تقهرت، بقى لي الرباط، دير شكايه للرباط ديك ديال المظالم، حتى هي مازال ما جاني حتى شي حاجه. عييت بالشكايات هنا للمحكمه، الشكايه الاولى الثانيه من 2015 اخوتي وانا كنسبق. دابا ها هي عاوتاني عوقوني، انا جات فيا، هما ضربوني يديا، قطعوا لي يديا، ضربوا لي الراس جوج ضربات، كانوا غيقتلوني انا، منعوني غير الجزاره غير الرجال، هما اللي بقاو كيغوتوا وكذا باش هما منعوني، وانا راه كون جمعوا ليا. هاد الناس هادو راهم طاغيين وفوق القانون، كيقول لك هما ما كيتحداو اي واحد، ما كيخافوش من رجال الامن اللي هنايا ديال بن سودة ديال الزواغه، ما كيعترفوش بهم، كيجي المخزن كيجريو عليه، كيخاف منهم حتى المخزن. عاد نهار البارح مشيت لعندهم، قلت لهم اخوتي راني مشيت غير نبدل الباسمار، خرجوا فيا سبقوا عليا، خذوا لي حقي من هاد الناس. واش باغيين يقتلوني؟ انا شنو ذنبي من مع هاد الناس؟ شنو درت لهم؟ اللي قتل راه في الحبس ب 20 عام، انتوما شنو باغيين مني انايا؟ شنو داير انا اللي باغي تقتلوني انا ومولا وليدات؟ واش انا عمري جد تحاربت معاكم ولا دابزت معاكم؟ انا بيني وبين هاد الناس غير الخير والاحسان. هما ولد اختي دابز معاهم، قتل لهم خوهم، باغيين يقتلوني انايا، انا باغي ننتقم من خالو. اللهم من هذا منكر، كنطلب دابا غير جلالة الملك ياخذ لي حقي. هاد الناس هادو راه عييت انا من نمشي للسلطات. البن سودة كنمشي لبن سودة مرارا كيقول لك والو احنا ما عندنا ما ندير لك. قال اخويا ذاك النهار عشير عليا انا بمدرة، واش نخلي ولادي تامة مورايا؟ قال اخويا ما نمشيش. البارح مشاو بجوج طافيطات حقا قدامنا ما وصلوش لعندهم كاع. هاد الناس اخوتي كيخافوا منهم، وعندهم ناس اللي المهم الفوق هما اللي مكالين عليهم وداك الشيء، وكي وراهم باين الناس ديال الزواغه راهم عارفين ديك الناس اللي واقفين مع هاد المجرمين، وكيغطيو عليهم هاد الشيء ديال كيزيد يعاونوا المجرم. الناس ديال دابا بغيت انا سعاده جلاله الملك ياخذ لي حقي من هاد الناس هادو. اللهم من هذا منكر، انا راه خوتي عييت، راني تقهرت، انا ضعت في يديا. شكون اللي غيخدم لي على ولادي؟ امي راه ضربوها ليا، با راه ضربوها ليا، راهم شايفين الناس اللي حاضرين، ولاد الحومه ولاد الدرب. دا النهار اللي تضرب ليا با ونهار اللي تضربت ليا امي، وديما كانوا كيجيو كيهدوا لنا في الدار ديالنا، كيدقدقوها نهار العيد للعيد، دخلوه هرسوا الدار كامله، ولا عباد الله كيشوفوا الناس الحومه كلهم كيقول لك اودي اللهم من هذا منكر، اللهم من هذا منكر. كيقول لك حنا الناس هادو انتوما ما درتوا لهم حتى شي حاجه، الناس الله يعمر راس العوالين هاد الناس هادو الله ياخذ الحق. هاد الشيء باش كيقتلونا الناس ديال الحومه اللي تلاقانا، كيقول لك اودي ديك الناس الله ياخذ فيهم الحق، راه انتوما ما دايرين لهم حتى شي حاجه، حقروكم الله ياخذ فيهم الحق. وهو كنطلبوا الناس ديال الشهاد تما، الناس الحومه كنقول لهم يلا تشهدوا معنا، كيقول لك اخوتي انا ما كيقدروش يشهدوا، كيخافوا من هاد الناس هادو، كيشوفوا على حقاش، كيشوفوا كيف بحال دابا شنو وقع لنا حنايا. كيقول لك مشي شهد معاك، يجي عاوتاني ثاني تقول لي الدار ديالي وشنو، ولا يضيعوني يضربوني يقطعوا لي شي يد ولا شي رجل، شنو فين غنصدق؟ كيهرب بنادم من المشاكل. دابا غير الناس ديال الجزاره طلبت منهم الشهود، خافوا باش سمعوا هذا المشكل هذا وداك الشيء، خافوا باش يشهدوا. سمعوا تريكه زوينه مزيانس، سمعوا تريكه لا اله الا الله، ما بغاوش يشهدوا. دابا كنطلب انا جلاله الملك ياخذ لنا حقنا في هاد الناس. هاد الناس راهم طاغيه ومساندينهم ناس كيعرفوا السلطات باش هما طاغيين، وما كيعترفوش بالمخزن. انا قلت لك المخزن كيجي كيجريو عليه، كيلاحوا عليه البوطه، كيضربوه بالمدارب، كيهرب المخزن، ما كيقدرش يوصل لهم. انا ما ضارب ما والو، خدام
حطوا عليا الباطل ولد اختي يضرب اخوهم في لافيل، حطوا عليا الباطل غادي كنضرب شهر ديال الحبس بالشهود ديالي، جوج ديال الشهود غادي كنضرب شهر ديال الحبس. هادشي ما ضرب ما والو. دابا هما ضاربيني عاطبيني في يديا، هما مقطعين لي جبهتي، وهما مازال كيدوروا دابا تمايا، مازال كيدور بالبيتبوله وكليمونجي وكيقول له ما هو فين هو الدين دمو جمع له نجمع له. كيقول له اللهم من هذا منكر، واش كاين شي حق ولا ما كاينش، واش كاين شي امن ولا ما كاينش. غيقولوا لي يا خوتي راني تقهرت انا في هذه الحومه هذه، تقهرت انا في هذه المدينه كاع، اللي ما قدرش نخرج كاع حتى بالحريه ديالي، كنت تم غادي ومخلوع. اللهم من هذا منكر، اللي في بلادي هذه هي بلاد الحق والقانون، ها هذه هي بلاد السلم بلاد الامان، اللي انا مواطن ولد البلاد مقهور فيها، مقهور غريبي. كنمشي لعنديش العبد كياخذوليش حقي، كياخذوليش حقي، كيقولي سير عندنا من ديولك، ديك الناس موسخين، انا ولد عائلة تبركو عليا، ديتوني بشهر ديال الحبس، اللي ولد عائلة، هذوك موسخين كتخافوا منهم، إذا المجرم كتخافوا منه ولد عائلة كتبركو عليه. الله من هذا منكر، الله من هذا منكر، الله ينصر، الله ينصر. عييت، عييت أخوتي، أنا عييت، عييت من هاد الناس هادو قهروني، ضربوا لي أمي، ضربوا لي با. عايشة الملك، كنطلب جلالة الملك، بغيت جلالة الملك هو اللي ياخذ الحق من هاد الناس هادو، لحقاش هاد الناس هادو؟ ما حتى الأمن ما واكلش معاهم، كيقول لكم ما كيتحداو الأمن، كيتحداو أي حاجة. كيخافوش من الأمن هاد الناس هادو. جلالة الملك، الله ينصرك، أنت راك كتاخذ حق حق المظلوم. هادشي علاش أنا جيت عندك، أنا ما عمري كنت كنقول غادي نجي ناخذ شي نبال ولا ولا ان هاد الناس راهم قهروني، يعني ضربوا لي والديا مي وبا اعز ما عندي، دابا هما قطعوا لي يديا، على من شكون اللي غيخدم عليهم؟ شكون اللي غيخدم لي على والديا وعلى ولادي؟ حنا ما عندناش غير جوج ولاد، غير انا وخويا اللي خدامين على والدينا. يا هما ضيعونا، خويا مسكين براسو عايش في التهديد، الا خرج كيخرج مسكين غير خايف. لا اله الا الله.